السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. عشر كان وعشر كي بوحناي عشر كي بخلات وحا إنو سعدي أنك هاد لين نوي يعني محمد عليه الصلاة والسلام أخلاقياتك أوليمت كدكتي دين تيسا دين وارتا اي ناجح ذا. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسح كله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأقم وجهك للدين يعني وجهك وحد كتوس لنك الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها وأبورك إلهي إيدتك وأبوري يعني محيتها معناها بن آدم لماذا إدريمها يحبها لغو أبوري كمهر إيمانا يا دينت دينت كمهر إيمانا يسو أبورك عادي قاها وحول بكهر إيمانا إلهي وحكو أبوري وقو إن الدين أهين أو دي أما الدين خلدان لغو سو قارسي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني ما أنا اللي بدلي كرد دينتي إلهي تبديل لخلق الله. قتادة بن دعامة السدوسي هي مجاهد بن جبر حكف فسران هي خارب المفسرين تبع لخلق دين الله ذلك الدين القيم دين توصل نواد دين توصل نواد تاس ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن تكبدهم كذا ما أقول مرك هذا ودين تتواصل هذه السلسلة هاي نبي جان محمد عليه الصلاة والسلام وحياه أولي مد الدين تي أنا إسلام كان أي دي النبي جان أنك دحلني وحاكم دها وحياه وافق سن فطرة بين آدم نمدا وحياه وافق سن فطرة بين آدم نمدا والنبي جان لي مد وحاكم دها أطلقي أبو عمك إن لي أبتان وحاكم دها خصلك النبي جان محمد عليه الصلاة والسلام وحو أها النبي فرحسن يخص الجري دتك أنا كخص السين جري لك افتم جري دتك أنت سحوين ميا هدي لو فيري نيتشر بين آدم ما أهان وحوين ما أه وح معقول أويان بين آدم كان هو ولد خصلان وأدرين إله نو أبوري سو أرستيتل ويري حيوانك كلية خصلة وبين آدمك يعني بين آدمك وحيوان خصلة يعني إنك استوعب ما سيكولوجي خار أسود ويا جمبانسي قد دايرك قد جمبانسي إنه نود ويا خصلة لكن إذا بني آدم كقول استيل وما خصلة هذي أو خصلة أنا كما خصلة سين كرم متكلة لكن سو عباس محمود العقاد ويري بني آدم ك ونوله خصلة ده كان كخصلة سين هذا كان خصلة إلى كوا أوري وحنا كاديك خف خف ككلا خصلة ككيني كرا خصلة كمركة هذي فطرة لغو أبو ريئو يهي محاك هور إيمان كرا خصل كتاريخ ليرو سامري انت لقارن ديمه سماويقا قارها دين تا ديمه إبراهيمية إيها نغط يهود إيه كريشتاني تا مسلمين تبا وحا نغو ريئي دتك كي يمد لكان غريق أو لقما دوضا إيه فلسفة دوضا يعني سامين كويالتي ديمه كلا دخل حواها دك غريغا مفكرين تودا يا مصلحين تودا كو وح وناجي فلاسفه تودا ارنتان لوغو ماغااوو تراجيدي او اه مروكت عيب وحا اهات خفك انو خصلة دخن نو فوناكسن وحو اها ان لا مرغود هانو خط روايده هاي ديغايان اما هانو خط غويده يالفايان وحي اها وحو كسابسن وح مروغو كسابسن علاعل مروكت اي كشخين جرين سا اي كسعدين كدبنا مركي دينتي إبراهيمية ذا اتمد أو دينتي لغا صوب لاو يهود
يهودا waxaa ka soo baxday firqo lagu magacaabo Hasidim ama Asiniyiin carabta ay yiraahdaan. Hasidimka waa qeyb firqo ka mid ah oo diinta si dhab ah u xambaaray oo mutadayiniin ah soon badan. Firqadaas waxay yiraahdeen qosolka waa shay xaraam ah, lama qosli karo. Intaa kuma ay keeneen qaanuun ciqaab ayay dejiyeen, qof kale haddii la arko isagoo qoslaya waa in la ciqaaba. Ciqaabtaas ayay ku socon jireen. Marka waxay aada u xoogsadeen qarnigii labaad ka hor dhalashadii Nabi Ciise, ilaa waxay xoogooda sii socday qarnigii koowaad ee dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Marka waxaa caada noqotay bini aadamka waxyaabo qaarna iska dhaxlaan. Waxay masiixiyiin markaa noqday ay yiraahdeen diintan ku dhaqmaynaa, bigsharka u sawirmaya waxay ahaayeen Hasidimka. Hasidimka ayaa u sawirmayay oo ah dad diidan qosolkii. Meesha waxaa ugu bilaabatay yacni baadiriyiintii ama masiixiyiintii inay noqdaan kuwooda diinta ku dhaqmo, kuwa xirxiran, aan qosolka ogoleen. Bibleka markii lagu soo laabto waxaa arkaysaa suuradda ugu horeysa, suurad Takwiin lagu magacaabo, qaybta 17-aad, aayadda 17-aad. Yacni waxaa ku qoran Ibraahim, Nabi Ibraahim calayhi salaam, yacni wuu qoslay markii loogu bishaareeyey wiil inuu dhali doono. Markaas ayuu wuxuu yiri, qof 100 sano gaaray ma wax dhali doona, Saara oo 90 dhaaftay ma wax dhali doonta, wuu qoslay. Qosolkii marka Hasidimka waxay ku fasireen yacni inuu ka shakiyey nebinimadiis hadduuba qoslay. Inkastoo qaar ay yiraahdeen kuwooda kale maya, wuxuu muujiyey inuu ku faraxsan yahay, farxaddaas ayuu u qoslay. Laakiin qolyahan kalena waxay yiraahdeen maya, yacni wuxuu ka shakiyey nebinimadiis. Kadibna waxaa arkaysaa Bibleka in uu qosolka u muujinayo ku jees jees ah waxaan wanaagsaneen oo waxyaabo u gaaro ka dhigaya Ilaahay subxaanahu watacaala. Yacni Injiil Luka suuradda 6 aayadda 21-aad waxay ku leedahay assaakinu fi samaawaat yadxak alrab yastahzi'u bihim, kuwa samaawaadka degan way qoslaan Ilaahayna wuu ku jeesjeesaa. Marka qosolka in maaragtay yacni wuxuu muujinayay inuu yahay shay madmuum ah. Waxaa arkaysaa in haddana Nabi Ciise ku leeyahay tuuba, yacni isla Bibleka ku jirta Luuqa, tuuba lakum ayuha albaakuun alaan, waa idin dhacatay kuwiin hadda ooynaya, sababto ah hadhow ayaad qosli doontaan. Dunida ku ooya si aad aakhiro markaad geeriyootaan aad u qosashaan, laakiin dunida haddaad ku qosashaan aakhiro yacni ma qosli doontaan weyaan. Kadibna waxaa ugu horreeyay baadiriyiintooda ugu waaweynaa, ninka lagu magacaabi jiray baadirigii ama faadarkii ahaa Yohanna Dhahabiil Fam oo jiray qarnigii 4-aad ilaa qarnigii 5-aad bilaawihiis, yacni wuxuu dhashay 347 wuxuu geeriyooday 407 markay ahayd. Waa qofka ugu horreeyey oo sheegay Nabi Ciise calayhi salaam inuusan weligiisa qoslin. Bibalkana kuma jirto inuu qoslay, marnaba kama helaysid Bibalka inuu Nabi Ciise qoslay. Waxay ku leeyihiin marka saa daraaddeed sababto ah oo hinta waxaa oranaya hadalka yacni Yohanna John, oo hinta ayaa ku haboon nolosha adduunyada. Waxaa mar walba xusuustaan haddaa qosli lahayd xanuunka uu maray Nabi Ciise, xanuunkiisa ayaa ku ilowsiinaya inaad maaragtay inaad qosashid. Kadib isagana markii waxaa raacay baadirigii isaga ku xigay ee la oran jiray Jerome, isagana dhashay 347 geeriyooday 420 isku dhawaayeen. Marka wuxuu leeyahay in la qoslo waa dhaqan aan ku habooneen qofka masiixiga ah, wuxuuna lamid yahay qosolka sida qof wax caayay ama qof been sheegay ama qof kale dhibaato gaarsiiyey. Qosolka wuxuu lamid yahay adigoo wax caayday la dambi tahay, ama qof adigoo been u sheegay, ama qof kale bini aadan dhaawac inaad gaarsiisay. Saa daraaddeed marka waxaa arkaysaa falaasifadii ugu dambeysay sida Ralph Waldo Emerson, soo kale Bertrand Russell, iyo filosofka ugu dambeeyay Talyaaniga ahaa Umberto Eco, kulligood waxay ku leeyihiin Nabi Ciise kuma dayan karno sababtoo ah lama soo warinin inuu kaftamay, lama soo warinin inuu qoslay. Noloshana qosol la-aan waxay nagu noqonaysaa jaxiim. Iyadoo ay arrintaas sidaas tahay, marka xataa Baudelaire isagana wuxuu ku leeyahay kutubta muqadaska diiniga oo dhan marnaba waxay ka fog yihiin qosol. Isaga islaamkuma akhrisanin,
لكن كتبته المقدس كلها وحي كله وحي كفوق يهين خفك بين آدم كإنه خصله خصل كان نقد عادي قناة كدب قرنجي شن إتوانات مركي لسو قاري فير انت صدن خصل كحرام أيوها ممنوع أيوها قرنجي شن إتوانات مركي لسو قاري أي كنيسة تليانية كاثوليكا وحي أوغولاتي عيد لوغو مغاو عيد استرنك ام عيد الفصح يرا هذان او اه عيد كتما عيد القيامه مركو النبي عيسى صون نولاد ايغا وحي قوان النبي عيسى مركي لا ديلي 3 معلومات ايو ميد اها كدبن هو صون نولاد مارت او صون نولاد مارش دخدو كو بيغان عيد الفصح وحي اوغولادين مركا ان لخصلو فرحت سلو موجي اسلام مركي ارنتاس اي بلاوتي مدير اي سوتاي ايا وحا كو كعي قليهان مسيحيين تاك خيبتا كتر سن بروتستانتي اللي مو عاو بيوريتانيان بيوريتانيزم 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 التطهيريون يعني كو واحد داهرين اي نظيف كدقا يدينتي ويكو كعين يعني كسهري ماذا ما اهانا جهاد اي كو خادن ماشي وحاك كدعي ديل بدن بادرين ان كنيسة لغو بابيو كنيسة خار لغو بصوتو اه كنيسة وحبانيان خفك بين ادم كا مالين نولشي سكميد حتى انو خصلو قصر كان واحد بنان معها إمارك بيوريتانيزيام كي وحي بلاوين جهاد أو ديقة داد بدان والوسو إيغان داد والاقلا إيغان داد كوي لاي أرنت مارك إسان هيد أيا وحا صواب بحي سوى كلا فلاسفة دي تاقيري سي أرنتاز وحاكم داد توماس هوبس أوها فيلسوف يعني ملحد أها كون إيو شامبخول إسديت نسديد أيو دا شيء بيوريتانيزم كي يجانو حياد ودقالة مين خارج يلح إتوانات إلا تضوي إتوانات توماس هوبس مركا إيجو كصوب بيجمي تهذا أيو أيدي وحيري إن القصر واحد بنان معها إسلا مركي أرنتيس إسجان وحلقة طيف فيلسوف تنوير جاءها اللي هم جاعوا جري رينه ديكارت إسجان يعني وحجري إن القرن يجي تضوي إتوانات مركا وحير هذا توماس هوبس رينه ديكارت يعني قصر كوح علامه ويهي إسلويني يليدي دادك لليداي كدب نوحي سو سارين عرقتي ايكو مغعاوين سبرامسي ثيري يعني عرقتي دي إسلويني دا مالكو حيرا هدين يعني خصلك وممنوع خفك خصل ايان وخف دادك إسكسريسي ما بنانا اي را هدين هادا ومركا ساس مركا تاي فيلسوفك وقوهو ريي اي عرنتا ان خصلك اي بنان تاي صوبان ديجي اي عدردار اسميي وحو اها إيمانويل كانت وقرنجي سجال إتوانات وبحي أركتدا التناقض في المعنى Paradox Theory in Meaning Paradox Theory in Meaning أوه يعني وحا اسكوهر يميد شيء يسي لو سوي رأي يسون نخضي مرك تاوحي دالي سخفك إنو خصلا يعني تسالو حاد أركيسا مثلا هاد مركات عيارها داوان يسيد لاعب وينو عيارتوي إن عالن لو تاقو ليرا هذا ولغو بدلايا isagoo xufilna khaf weyn noo bedelo marka waxa laga yaabo in la keeno canugii isagoo dhalay wiil yar oo 7 jir 15 jir oo kala ah wuxuu filanaayay wax ka doon markuu arkay muxuu sameeyay uu qosle marka yaani saas darad wuxuu sameeyay paradox theory in meaning oo ah yaani waxaad filanaysaa ma waxaan ahayn ayaa dhacay taa wuxuu kugu kaliftay inaad qososhid isaga tii fikradiisu waxa la ayiday Arthur Schopenhauer filosofka Germanka ahaa iyo سورين كريكيغارد فيلسوفكي سنة دنماركيسكا ها او اسكو عصر دوائين انتو هاسو حيقاتين عكسداسو حيحوجيين خصلك انو بنايه كدمنا قرنجي لواتانات فيلسوفكي ها هنري بروكسون السنة يعني وحوصو ساري عركتعسو وبحيي ميكانيزم ثيري يعني ميكانيكال سوطة اخفك من آدم وحوكو خصل ايا خف بين آدم كالأكشن او ميكانيكا انو سمايه أكشن كاس خوف كان كلو سمينا يا خوف كان كلو حوكا كينا يا إنو ما أركت إنا نخصله كده من وحيمد فيلسوف كي كلاته جيمس سولي في سكان سيكولوجي أها إنجليزي أها وحيري خصل ك إذا لا عدين تبو وحي عدين يسا تعبر عن لذة ومتعة يعني خوف كان إنه يعني مع سدي الراحة كجرو مركب ما أها وحلا الله دجالمه السجن عرفتي وحى أبسط كذا ليميت ويليام مكدوغل السجن أصدق هاكو أساسي علم السيكولوجي السجن أويري يعني خصلك وحياها كانوا حاكم ده مركي خفك كل عن أرن وسن كفر حسنين
marka arintaas xanuunjinaysa, marka ku dhacdo cariirigii qofkaas ku dhacay, waxa ku abuurmaya dareenka qosolka ahaa, wuu qoslayaa. Yani waa cags opposite oo ku hadlay James Sully. Kadibna caalimkii nafsiga psychologyga Freud isagana wuxuu yiri qosolka waa qalab oo qofka ku kalifaysa inuu soo saaro nafsadiisa wixii bad energy ku jiray, inuu iska soo saaro. Haddaysan taas jiri lahaynna, yacni bad energy-gaas wuu dhibi lahaa qofkana, waxaa laga yaabi lahaa inuu qarxabo, ku dhinto yacni ciil daraaddiis. Kadibna Baruch Spinoza isagana wuxuu yiri qosolku waa yacni kitaabkiisa Al-Akhlaaq wuxuu u bixiyey qiimo akhlaaqiya, waa qiimo akhlaaqeed oo ma aha wax ma aragtay mamnuuca. Soo kale waxaa arintaas si yacni sawiraysan u ayiday wuxuu ahaa caalimkii weynaa ee ilaa hadda IQ-giisa la gaari waayey, IQ-giisa caqliga ugu sareeya gaaray 225 oo ahaa kii talyaaniga ahaa Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci rasaamna aan wax sawiro, markaasuu baadiriyiinta hor keenay, wuxuu yiri qosolka haddii la diiday, ooyintan waa in la diida, sababtoo ah qofka bini aadamka markuu ooynayo iyo markuu qosolay wejigooda iskusi ayay u samaysmaan, sunyaha way soo baxaan, goomanka way soo baxaan, afkii wuu ballaartaa, ilkihii way soo baxaan, wuu kala furmaa afkii, dhaqdhaqaaq qofka wuu sameeyaa. Meesha keliya u kala duwan yihiin uu yiri qofka ooynayo qofka qosolay waxa weeyaan sunniyaha, qofka markuu ooynayana sunniyihiisu isku dhowaadaan, markuu qosolayana sunniyihiisu way kala fogaadaan. Leonardo da Vinci. Marka maxaa loo diida? Haddii qosol la diido, wuxuu yiri ooyintana ha la diido. Friedrich Nietzsche isagana wuxuu yiri qosolku yiri annaga bini aadan haddaan nahay ma naqaano meel unuga, isaga faylasuuf wuxuu ahaa mulxid ah, ilaahay ma rumaysneen, qosolku waa waxaan iska dhaxalnay, aanan ogeyn meeluu noogu yimid iyo habaan u samaynay, laakiin dhaxlan waan jeclaan lahaa yiri inaan ogaado meeshuu ka yimid. Ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yiri wa anna ilaa rabbika almuntaha wa annahu huwa adxaka wa abka, ilaah xaggiisa wax walba ku dhammaadaan, ilaahayna waa kii dadka ka qoslisiiyey dadkana ka ooyisiiyey. Qosolkii ooyintaba ilaaha abuuray, ilaaha nagu abuuray anaga inaan qosolno inaan ooynaba. Laakiin Nietzsche maadaama mulxid ah wuxuu yiri ma aqaano qosolka asalkiisa meeluu ka yimid, laakiin aniga waa aqaanaa yiri si fiican qofka bini aadamka sababta uu qoslayo maxay tahay. Sababta bini aadamka wuxuu la qoslaa waa xayawaanka keliya si xun u dareema xanuunka, xanuunka nafsiga, xanuunka dhaawaca si fiican u dareema, xoolaha kale saas uma dareemaan. Marka waxaa ku qasbanaaday xayawaankaas xanuunka dareema inuu soo saaro qalab xanuunka u khafiifinaya, qalabkaasna wuxuu noqday qosolkii. Marka saa daraaddeed qosolka wuxuu ka khafiifiyaa xanuunkii. Henry Bergson isagana filosofka Faransiiska ah wuxuu yiri qosolka waa tijaabo ama ka hortag looga hortagayo dhibaatadii, dhibaatadii lagu dhibaayo, muxaawalat alqahr alqahr, dhibkii lagu dhibaayo, dhibkii kusoo gaaro waxaa lagu dhibaa qosol. Charles Lalu isagana wuxuu ku leeyahay nolosha sideedaba waa firdowso, waa janno naga maqan, qosolkana waa jannadii noo soo laabatay. Nolol aan qosol lahayn waa nolol aan janno lahayn. Herbert Spencer isagana wuxuu ku leeyahay filosofki Ingiriisiga ahaa الضحك هو تفريغ للطاقة العصبية، قصلك ومرض اسكسو ساريسد يعني انرجيجي اما اودي عرض اهيد او هير كذا او ساريسي ايجارتي اينا لا هاي مالي كون نصتو ان اهين خفك بين ادم كأنه خصله تاس ايونا نفسدي اوغو حروا ويسا او وحيابه دباتوين كي سو غاري وفضو ديني ساي خصو هدو جيري لهان خفك عقاب ايو كنو لان لها اي ليهين انتا صلو وحي ادى غالا ما يان مركا ان ندتك لا او غلاضو ان اي خصلان الا خصر كبحو نقضي شي ممنوع انتا وحاسي داراتي فلاسفة دخار اي علماء دا نفسي دخار ان اي او اركان خصر كينو داويه فيلسوف كو غوري اي او اركان خصر كينو داويه حقيقة نوحاها ارستيتر وعكلي اي خصلك waa exercise oo jirka sameeyo oo qiimo leh oo faa'iido ugu jirta dhanka caafimaadka. Kadib Laurent Jubier isagana wuxuu ku leeyahay yacni waa ninka ugu horreeyey ee qoray buug lagu magacaabo daawadii qosolka, qosolka inuu daawo yahay.
1579. intaasoo dhan isagana wuxuu yiri qosolka waa daawo oo lagu cudurro badan lagu daaweyn karo. kadibna waxaa soo baxay doktorkii Maraykanka ahaa doctor Goodman oo aasaasay mashruuca lagu magacaabo daaweynta qosolka Amerika ka bilaabay. yar qosolka daawo ayuu yahay, wuxuu daawo u yahay xanuunada qaar ka mid ah iyo dhiigkarka iyo neefta qofka ku ceshoomeysa. waxyaabahaas oo dhan waxaa daawo ah qosolka, iyo sidoo kale nasashada. qofka jirkiisa isku xirxirno nasan si uu kala furfurmo waa inuu qosla, nasasho ayuu qofku helaya. sidoo kale qosolka wuxuu sameeyaa, yacni wuxuu kordhiyaa inay soo baxaan hormoonaadkii lagu magacaabay androfin oo ah xagga maskaxda. hormoonaadkaasna wuxuu daawo u yahay inuu khafiifiyo xanuunka bini aadamka. dhaawacii kusoo gaaro hormoonkaas hadduu kugu badan yahay, dhaawacaas xanuunkiisa ma dareemaysid, wuu kaa khafiifinayo. sidoo kale yacni isku buuqidda iyo stresska ayuu maaragtay hormoonkaas daawo u yahay. wuxuu sidoo kale qosolka wuxuu yacni balance gareeyaa dareemada salbiga ah qofka bini aadamka ku jiro oo duquudka nafsiga bresherka nafsada soo gaartay u keenayso. taas bresherkaasna wuxuu ku keenayaa inuu qofka ku dhaco depression iyo walwal iyo quusasho, nolosha inuu ka quusto. qofka hadduu qosolka maaragtay isku diido ee nolosha lagu ciriiriyo. sidoo kale qosolka wuxuu awood siinayaa jihaaskii kaa mamnuucay bakteeriyada cudurada xun, jihaaskaas manaacada ah yacni waxa xoog u yeela qofka bini aadamka markuu noqdo qof maaragtay qoslay. marka saa daraaddeed qosolka wuxuu ku leeyahay tadakhul oo saxi weyaan, yacni hay-ad caafimaad oo yacni soo dhex gashay waya bini aadamkii. marka saa daraaddeed bini aadamka maadaama qosolka daawo u yahay, diimihii qaarna ay ka dhigaan qosolka wax mamnuuc ah oo keentay markaa dadka bini aadamka markii laga mamnuuco inay qoslaan, inay farxaan, inay ku abuurantay neceyb iyo qarax iyo dil, sababtoo ah farax iyo qarax ma wada kulmaan. qosolka waa qurux, qurux iyo qaraxna isma keenaan. laakiin dadkii markii loo diiday inay qoslaan ee lagu cariiriyey oo wadaadadii qaarna ay ka dhaxleen kuwii aan soo sheegnay yahuudda ay ka bilaabatay, masiixiyiinta ay dhaxleen, wadaadada muslimiin qaar ka midna taas ay dhaxleen oo ka noqotay qofka wadaadka ah, si uu heebadiisa u muujiyo waa inuusan qoslin, waa inay farxad ka muuqanin, waa inuu maaragtay cara ka muuqnaataa. marka taana waxay keentay waxyaabaha haddaan u jeedno qaraxyada dhacaya. qaraxa marka waxaa lagu daaweeyaa qosol iyo farax iyo qurux ayaa lagu daaweeyaa. laakiin nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan sheegnay inuu qosli jiray, inuu faraxsanaa, inuu dadkana maaragtay ka qosli siin jiray, inuuna dad kale kaftami jiray. maxay ahaan jireen marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam? maxaana caddaynaya nabigeena inuu qosli jiray, inuu farxi jiray? haddiiba haddaan usoo laabano nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisii iyo dhaqankiisii aan niri, yacni wuxuu waafaqsanaa fitrada ama khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala abuuray bini aadamka kuna abuuray. laa yukallif llahu nafsan ilaa wusaca, nafsadan ilaahay ma kallifo ilaa waxay awooda mooyaane. marka maadaama nabigeenana tusaale u ahaa, marnaba bini aadamnimada kama uusan bixin. waxaa kugu filan nabigeen calayhi salaatu wasalaam xadiiskii uu soo wariyay abi dhar, imaam tirmidi soo wariyay, laga soo wariyay abi dharin alghafari radia allahu canhu, nabiga calayhi salaam inuu yiri tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa, qofka walaalkaaga ood u dhoola caddaysid laftirkeeda ayaa sadaqa ah. ma aha qosolka wax ama dhoola caddaynta wax xaaraam ah, waa bal wax ajirkaaga soconayo oo qofkaad aad ku dhoola caddaysi. nabigeena calayhi salaam wuxuu leeyahay wax walba wanaag ah ha liidin, xataa ha noqoto walaalkaaga inaad ugula kulantid weji furan oo dhoola caddaynayo. imaam isxaaq ibnu rahawey musnadkiisa wuxuu kusoo wariyey أم المؤمنين رضي الله عائشة رضي الله عنها هو يدي المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن لويدي ليري نبيجين عليه الصلاة والسلام سو إذا كقول الله دخل مجري مركو قري يسقى عدل هذا مركو رير كيس للجوع محو ما أعرف سيء هانجر سدخل كيسة نبيجين عليه السلام مرك عائشة وحيتري رضي الله عنها كان ألين الناس وحها دتك كان أقود بعسان من جل عسان ودبعسان أيوة أها نبيجين عليه السلام وأكرم الناس
waxaan ahaanin deeqsi ah. Reerkiisa wuuna u dabacsanaa, wuuna u gacan furnaa. Kaana rajula min rijaalikum, wuxuu ahaa nin raggiina ka mid ah, yacni bini aadamnimada kama duwaneen, saadinku dhaqantiin oo kale igu dhaqmi jiray. Laakiinse wuxuu ugu duwanaa ragga kale, ilaa annahu, laakiinse keliya nabigan calayhi salaam wuxuu ahaa, kaana wuxuu ahaa daxaakan bassaaman, nin qosol badan, dhoolla caddeyn badan. Xataa gurigiisa marku uu joogo oo reerkiisa la cidlooda, wuu qosol badnaa, wuu dhoolla caddeyn badnaa. Asxaabta markuu la joogana, sida axaadiisa ku timid, maa kaana yuraa ilaa mutabasiman, waxaa la arki jiray keliya isagoo dhoola cadeynaya nabiga calayhi salaam. Wejigiisu xirxiran lama arki jirin. Xirxirnaashada marka meelo kale ka yimaadeen mooyaane diinteena islaamka ama dhaqankii nabigana ma aysan ahaan jirin. Imaam al-Bukhari, imaam muslim waxay soo wariyeen saxaabigii la oran jiray Jariir ibn Cabdillaahin al-Bajali. Jarir ibn Cabdillaah wuxuu leeyahay maa xajabanii rasuulullaahi mundu aslamt. Saan u muslimay nabigan calayhi salaam marnaba igama diidin inaan u imaado gurigiisa ha noqoto ama dibadda, yacnii wax noo dhexeyn jirin ma jirin aan isaga, ma la iga xijaabi jirin. Walaa ra'aani, ma dhici jirin nabiga inuu arko ilaa daxik, inuu qosla mooyaane. Markuu arkana wuu qosli jiray. Inta aan saan u muslimayna cid iga mamnuuci jirtay ma jirin nabigan Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Marka waxaa arkaysaa gurigan inuu ku dhex qosli jiray. Asxaabta qaar ka mid a markuu arkana inuu qosli jiray, asxaabtina yidhaahdeen mar walba isagoo dhoola cadeynaa ayaan arki jirnay. Haddii marka tusaalooyin yaryar aan idinka siiyo waxyaabaha uu ku qoslay nabigeena calayhi salaatu wasalaam, waxaa ka mid ahaa xadiiskii imaam muslim soo wariyey dagaalkii Uxud. Aan ognahay dagaalkii Uxud dagaal adag inuu ahaa. Nin marka waxaa jira mushrikiinta ka mid ah oy ku tilmaameen axraq almuslim, muslimiinta wuxuu ku gubay yacni falaarihiisa, yacni muslimiin badan oo ka dhaawacay. Marka nabigan calayhi salaam Sacad bin Abi Waqaas ayuu ku yiri, Sacadna wuxuu ku fiicnaa falaar tuuridda, falaartiis ma gafi jirin, falaar walba qofun bay ku dhici jirtay. Marka wuxuu yiri Sacado, bal ninkan adigaan kugu dayay naga qabo. Sacad wuxuu yiri falaarihii way iga dhammaadeen, hal falaar keliyaan haystay oo aanan lahayn birtii madaxa ahayd, yacni birta madaxa ugu jirta oo qofka ku dhicaysay ma aysan lahayn. Falaartii ayaan ku tuuray ninkii. Markaan ku tuuray dhinaca ugu dhacday, dhulku ku dhacay. Dhulka markuu ku dhacayna cawradiisa ayaa furantay, yacni dharkii ayaa ka dhacday, maradii ayaa ka dhacday, wuxuu noqday nin qaawan. Sacad marka wuxuu ku leeyahay fadaxika rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasalam xataa nadartu ilaa nawaajidi, nabigu wuu qoslay ilaa aan ka arkay goos caqliyeedkiisa dambe, goosaha afarta goos ugu dambeeyo ee qofku markii da'diis weynaato soo baxo lagu magacaabo goos caqliyeed, luqada carabiga waxaa lagu magacaabo nawaajid. Xataa nadartu ilaa nawaajidi, ilaa aan ka arko goos caqliyeedkiisa dambe nabigan calayhi salaatu wasalaam. Sidoo kale imaam Bukhaari iyo imaam muslim waxay kusoo wariyeen isla saxaabigii Sacad ibn Abi Waqaas radiallaahu canhu inuu ka sheekeynayo, wuxuu yiri mar waxaa jirtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimaadeen dumar oo yacni asxaabta ka mid a muslimaad ah, su-aalo ayay weydiinayeen, codkooda xataa kor ayuu u kacay, yacni way ku badiyeen hadalka, su-aalo badan way weydiinayaan, hadalkoodana wuu dheeraa, nabiguna uu dhex joogo ula joogay. Gurigii markii waxaa u yimid Cumar ibn al-Khataab radiallaahu canhu, guriga nabiga ayuu yimid, wuxuu weydiistay fasax. Dumarkii markay maqleen Cumar ibn al-Khataab inuu yimid, way kala dideen, waxay isku qariyeen daahi, way iska xijaabeen Cumar ibn al-Khataab. Fiiri, nabigu markuu la joogay caadi way hor fadhiyeen, way la sheekeysanayeen, codkooda kor ayay u qaadeen, su-aalo ayay weydiinayeen, suu u dabacsanaa. Cumar markuu maqleen inuu soo garaacayna way kala dideen oo ma aragtay way isdabooleen. Marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu u fasaxay Cumar, wuuna qoslay, isagoo qoslay ayuu Cumar u fasaxay. Cumar uu soo galay wuxuu arkay nabigu qoslay, markaasuu yiri adxaka allahu sinaka ya rasuul allah, ilaahay wuu qoslisiy, ilaahay ha qoslisiya afkaaga, yacni farxad ku noolaa oo kale duco weyaan, yacni maxaa la qoslaysaa. Markaasuuna nabigeena calayhi salaam ku yiri cajibtu biha min haaulaa, dumarkan ayaan la yaabay uu yiri, markay aniga ila joogeen caadi ahayn way ii sheekeynayeen, markay maqleen inaad albaabka soo garaacday fasax weydiistayna, kulligooda waxay u carareen gadaal, way iska dabooleen, iska xijaabeen. Markaasuu ku yiri yacni aniga ma iga hebeysanaysaan mise rasuulka inaad ka hebeystaan, ayay ahayd dumaryahow, maxaa aniga iga hebeysteen rasuulka ugu hebeysan weydeen. Way u jawaabeen, waxay ku tiri mid iyada ka mid ah, nacam, ay ku yihahdeen anta afad
وأغلظ من رسول الله أذق يا كعد أذق النبي عليه الصلاة والسلام النبي خف جلعسان ويان هذا لا شك كيسان حتى ما أركتي أنا نكفي لين هذا كنا نقول كله لك هذا خف أذق عياته هاي وما أركسي أيك هاي عرني مركز تاع حديث كتحكوا عدي النبي عليه السلام إنه خصلي مركو أركي دمركي يعمر بن الخطاب سي ما أركت أوقع عرري وحاول النبي أن يكون خصلي وحاكم إذا حديث كسور إمام أحمد بن حنبل ابن ماجه إمام البيهقي عمار بن ياسر صحابي جاءها إن أمر ما أركتي بحي أو دخاخي أو النبي كفوا قال السفر إنه آذي يعني سجى عمر بن الخطاب جروب أصحابكم من النبي ما لا يقدره عمار مركو حيري أنت عن جد وددي كجرني يا بينك واسحدي وحن صوت توصي أنا جو اسكو جنوبي أو يجوا واجبتي إن عن قبيستو ماشي مركو بيما أي سنجرين بيما جرين مركو محان سمايو حيري لولكي أي اسكو رقرقي عيدي إلا أن بيها إنو كو خبسيه بيما جران مركا عمار وحسامي بيها بوسكس وحا إيقا شيء يوري عيدي عيدا أي اسكو رقرقي مركي النبي إيه مادين أي أشياء النبي عليه الصلاة والسلام مركا أريد الله شايف فضحك وخص للنبي عليه الصلاة والسلام كدب نوحو بري سيد الله قبا قبا يستو تانو كالها دي كوكو نعدو حيهد قاعد انتا دينا دلو كوكو نفتيد قاعد مها اسمري سيد كدب نويجي قاعد مري سيد يعني قبا قبا يسيقا سهل كا ايو بري لكن نبي قاعد نوحو كو خصلي عمار بن يارسو مركو يردو لكو اسكورو بروغي مركان بيوه سو كالا نبي قاعد عليه الصلاة والسلام يعني وحياهو كو خصلي جيرو حاكمت اها مركي للي ما دو وح كدوبن يعني دينتي سيسلامك خفكو وشاكينا عين وأهانين عن حتى مسلم أهين أو يهودي أف يعني حديث كما حصوري بخاري مسلم حديث متفق عليه يعني حبر يعني عالم أي للجدا علماء يهود كمد أي النبي قيمت مركز كيري يا محمد محمد أنا جوان أجنحي إن سماواتك يعني سبحان الله إلهي سوء تشبيهنا يعني سماواتك إنه إلهي هل فرقك هاي نن جيدهن إنه هل فرقه هاي بيهن إنه فرقه هاي عيدن إنه فرق لك هاي خلقك كلا دن إنه فرق لك هاي يعني سان هرو شغل الديمي هرو دن إلهي بن آدم بيوكي سينجرين مخلوق أيو أكي سينجرين إلهي مركا أنا وكلا إنه أكي سين إيرادن سماوات فرق يكو هاي بيها جيدها فرق يكو هاي بيها فرق يكو هاي عيد فرق يكو هاي خلقك كلا فرق يكو هاي فيقول وحن إليه أنا الملك أنا يا بخر كيا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدد نواجده النبي هو قصلي إلا جوز دمبيت كي سلا جعركو من كم من كم ركسا وحضلي يعني خفك علمي جهر كي كجارسي سن يعني أما إلهي اعتراف كي سهر كان كجاري جهلي جاء هذا نسكو هاي استعالم إنه يهي النبي عليه السلام نك هذا كوكو حضلي وكو خصلي وحلقة وخفك سوداد ما تودا دهنا كم مركو إيمان inu yiraado ku carooda ama saadag ugu la dagaalamo yaan qofkan jahilka ah ee diinta da aqoon diinka la haysto waa in loo dabacsanaada oo la soo dhaweeya oo ma aragtay aan la diidinin fari nabigaan xataa ma uusan diidinin oo ma oran maadaama yahuudi ah tahay ay la shakeysan nabiga kaleeyhi salaatu salaam wuu khaslay ilaa laga arko goos dambeedkiisa kadibna wuxuu akhriyay aayadii ahayd wamaa qadarullah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm alqiyamati was samaawaatu matwiyaatun biyamiinihi يعني إلهي سبحانه وتعالى ما إيسان وينينين وينينتي إله أقلنا إلهي سوء أقل ما إيسان وينينين يعني ده كان كلا نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث كان كلا نوحا صوري يسوء كلا إمام البخاري إمام الترمذي إمام النسائي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي النبي كان أيمد مركب حيادو حقير يوذي منافقين تنين كما دحضوا أها الأرجري عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول مكو جيريودي ويل كيسا نحو آهانين مسلمة مركز هو قعد صدي النبي كان عليه الصلاة والسلام إنه نكان صلاة دي كدو كدو النبي كان مركو يميت سوى صلاة دي كدو كدو عمر أيها صهر استاغي كوير يا رسول الله ماني كان كدو كنيسا وانيكي حاس كاقا حتى عايش كوبين أبورتي وانيكي وحان كوكو سمي وانيكي وحوترين أي وحاور نكان أسمي فالنبي كان عليه السلام وقص لي ودول عدي مركز هو كوير يا عمر أخر عني إقال ليح مركا يعني فيري النبي كان عقدت دي حتى حمانك لو جيستم مركي لا حسوسية حتى عقدت دي حمان وما حنبارني كان هو جيريودي وأخص لعمرنا يعني ما دام النبي عمرنا أقوانا النبي قدر راديس كان النبي قد راوعي
يعني عن أفلقة دي وحياة وبدن كشاقي عمر النبي كان حكي يري جاس عمر إيقا دخاخ يعني والنبي كان عليه السلام أسوه خصلة يا عمر كيري عمر إيقا دخاخ ونكدو كذي النبي كان عليه الصلاة والسلام النبي كان عليه الصلاة والسلام حديث كان كله حسو صوري بخاري يا مسلم وحلق صوري أنس بن مالك وويل كيرا النبي كان خادم كوأها النبي كان جوريس كسوكري وحيراني قول النبي الله صلى الله عليه الصلاة والسلام أقول لبسنا لركو هو ناو حكمة ده الشال أو يمني هو أد أدق يعني شال أدق أيوة لبسنا وحاقوي يمد عكده بيمدن رمية رربادية مركز وحكو عيجي وكو جيدي شال كي النبي يقول لبسنا سحوق لا يقول جيدي إلا حتى النبي كان عليه السلام قورتي سأي كم موقتي يعني على مدي عجزة هيد أو نكون كعجية فقد أثرت على عاتقه ثم قال كذب بن حيري يا محمد محمد في رنك عربي جاي أورانا يا محمد مرني من مال الله حولها إلهي إي أمر إي محلي قصي يعني حول الربا حتى من لبن ويان أباهن أن حول الله سيو هدنا اسكو هلاين اسكو هلاين انا محمد دبع سنات مركو اركي كما اوسن بقيم كما اوسن ديدن بالعكس يعني وحو سمي انه حتى شال كيس ما عرفت وكو عجيو مركز كيري يعني اي امر مالكي الهي الذي عندك او حقا جرو فالتفت الي النبي عليه الصلاه والسلام وسو جيسدي ثم ضحك نبي كدب وخصلي عجدي اي هذا الكل لو قلها هدلي اي عطسي وحو كجواب النبي عليه الصلاه والسلام انه خصله وخصلي ثم أمر له بالعطاء كده من حامر إن حاله للسيب يعني نبي قال نكاس حتى وتصرف كأكشن كوسمي نبي وحوج جوا خصل وخصل لي مركون كان عجي حاله كعد صدق مركا إن نسوا كلا حديث كي كلا أصوري أبو داود ابن ماجه اللي أصوري عبد الله بن عباس رضي الله عنه نين أيا نبي قال نقيم أصحابكم إدها وعكيري يا رسول الله حاسكيغ وحان كو ايري وحاد ايغا تاي سيده هويده او كلا جاهلين ساوي سمين جيرين اسلام كان وو ممنوعي او سورة المجادلة ايو كسو دكتي او الهين وحو امر خفك ساسا مايو ام وا انو ادون حرايا ام وا انو لحذن مساكين قوديا ام وا انو لحذن مالموت اسكو حيكتو صاما انت اوسن حاسكي سو دواني مارك صحابيغا وحو سميهي عن حاسكي سايو يري هويده او كلا ايغا تاي انت اوسن كفارده سمينن ولا كل ما حاسكي كدب من النبي كان عليه الصلاه والسلام ايو ايمد كوير يا رسول الله حاسكي ايان كوير هويده كلا ايغا تahay كدبنا وان لا كل ما يعني لو دنب ايو كدعي مظاهرتنا وحي اهد مت حرام اه لكلن كاسنا وحا ويان دنب كلا او كدعي marka النبي كان عليه الصلاه والسلام هو كويري ما حكو كلفي واكتهي ظهارك إنه أوليها شروطي سأحكامتي سي أدوكم كصوب بحين إنه إسان خف كان إسان كوب بنان نادلو كولانتد ما حاكو وكل في نادلو كولانتد مركز كير يا رسول الله درك هذا هوستي سوحان كاركو حلقا ودرك إنه ودتين ودر خفيف أها كوب كذا عدانتيس أيان درك هذا كده حاركي وانس علم ويوالا كل مي نبي كان عليه السلام سحوق لا يوخص لي مركو نكسو كويري مركو نبي كان ووخص لي كده من وحو كويري موسان أرن يعني دمبي وين مثلا يعني عقاب كلكم حكمين حكير بس وحي دعي هرب ودعي وين دعينا هذا ان كجوكسو هلا كل من ادغه ان يعني كفاره دي كفاره قد ادم سمعين مرك احاديث تاس يا حديث بدن حكم الحديث كان انس بن مالك سو كلا والنبي كان كويري ويل يرو اها النبي هو شقين جري النبي هو كويري انا سو اديق اي ادري انا سو حير والله كوم الدونا يا كويري لكن نيدن وحا اسكلها ان ادونا لكن في رعانو كان يرأو خادم كأه وهذا النبي ساقو جوابه صوتها دبع سنات النبي ايو كاركي اذي كان ايه سامي مركا سكوير والله كود دوني ماي نيدا نوحا اسكالها وير او سامي دي بدا مركا او صابح عرو عياري سان اركا عروتي هان لحقل لعياري انا قو عروتي اسكالها لح عياري وحا انك خف قدال ايجي جيد مركا ان ايجي مسوا النبي قو خصلا مركا سوير او هذي كان كود دير انا سو مركا سوير هذا كود دونا يا رسول الله حتى مركا النبي عليه السلام عرفته ولا خصل جري داوعي لو جيسه خصل ايو كجواب جري يعني حمانتي للي ماذا فرحت يا خصل ايو ما عرفتي او جواب جري دتكي حمي
mana yani xumaan xumaan kuma jawaabi jirin calayhi salaatu wasalaam. Taa marka waxay ahayd tusaalooyin yaryar oo kooban ee ku saabsan nabigeena khayru khalqi illaah, dadka inuu u qosli jiray, inuu dhoola caddayn jiray, inuu ma aragtay ka shaqayn jiray farxadda. Nabigeena marka farax ayuu ka shaqayn jiray, qarax kama shaqayn jiray. Qurux ayuu ka shaqayn jiray, qarax kama shaqayn jiray. Marka saa daraaddeed taas waxay ahayd sifaatkii nabigeena. Dadka bini aadamka marka khariisadii ilaahay ku abuuray hadday ka leexdaan, nolosha way kharibmaysaa, way kharibayaan. كاتبكي مؤلفكي أبوانكي روائق أها إعانك على يقيني ويليام شكسبير ساحيبكي سمرو لتلينا يحكير نكاس إسكا إلال يريحا الله سعانن وحال لغا ياوا يري إنو كدلو إنو دلا نخل مركز يرم حادع نكا حير هاسم الدقيستو قروح أمام موخط فرح فرحات أمام موخط فرحات الدنيا دي قروح الدنيا دي أحسنا أمام موخدان كومي ديغ أمام موخد مجاجلة أمام موخط قف نوع عاسو كلاقة kafila inuu dilaan noqdo. Taana anagana calaamadasada waa aragnaa. Diimihii horena waan ku aragnay dadka saa u xarxaray diinta waa kuwii 700 iska laayeen xarbi diineed daraaddeed. Markii nolosha iska xarxareen oo qosolkii farxaddii dadka loo diiday waxay isku bedeleen yacni qarxiyayaal, dhiigicabyaal ayay isku bedeleen. Laakiin markii noloshii la furfuray ee bilaabatay tahwiiriyiintii ee la bilaabay in la sameeyo aflaam iruwaayado oo majaajila u bixiyeen comedy. Comedy waxay boos weyn ka xiratay ay daaweysay tragedy-gii oo ahaa yacni murugihii. Saa daraad marka noloshii way qabowday, way isbedeshay. Annagana marka muslimiin haddaan nahay, diinteena ayaana amraysa dadka inaan ka farxino, dadka inaan ka qoslino, in qosol yacni ilaahay wuu nagu abuuray canugu yar. Waxaad arkaysaa markuu yar yahay, waxay yiraahdaan culimada psychology-ga ilaa 400 jeer ayuu maalintii qoslaa in ku dhow. Qofka da'da weyn max yani average ku qoslo waa 15 jeer, laakiin ilaahay qur-aanka 15 jeer wuu ku sheegay qosolka. Yacni marka waxaad arkaysaa nicmooyinka ilaahay dadka sii inay ka mid tahay, nicmadaas dadka in laga reebana ma aha. Suu ilaahay qur-aanka isku jiri qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxu. Yacni waxaad ku tiraahdaa fadligii ilaahay ee naxariistiisa dadka ha ku farxaan, farxad dadka ha ku noolaadaan. Marka noloshaan ilaahay wuxuu noogu keenay inaan farxad iyo qurux ku noolaano, mana ku noogu keenin inaan qarax iyo foolxumeyn aan ku noolaano. Casharkeena maanta saas ku egyahay. Jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.